الوعر. السحر الوعر داروا لي السحر الوعر درجه قلت لك كنطرج كنخرج عيانه وانا بالان بقى فيه بقى واش دابا بقى حاليا تخرجي عريانه بقى مريضه دابا الان مريضه بزاف بقى مريضه يعني كنتخنق وكلوك انا واش وكلوك السحر الوعر السحر الوعر خرج عيانه ودابا باش نقول لكم اللي اديتوني ما نسمحش ليكم غدا قدام الله والله ما نسمع ليكم حيت الان انا بقى مريضه بهادشي لحد الساعه لحد الان مريضه من صغيره والوقت اللي كيجوني الخطاب كنت مع واحد السيد وداروا لي السحور الواعر وعر كنت صغيره وكنت شي صغيره هذاك الانسان اللي درت مغلوب هذاك يا درجه عندي تحل لي دابا 4 شهور داخله في 5 شهور ما لقيتش باش نديرها ما مصوب لي لا امور والو ما عرفتش كيعطوني لا دعم لا والو ربي شادي ليا ما تنقدرش نقول شي واحد عطيني المغرب يعني بغيتهم يشوفوا من حالي بغيت نمشي للطبيب بغيت باش ندوز بغيت شي راجل اللي يعني كنت كنخرج عريانه للزنقه يعني درجة السنين وانا تنقاسي في العذاب وانا باقا تنقاسي في دابا الان باقا مريضة درجة 24 ساعة ما تنعش الناس اللي كنت معاه هما اللي تعداو عليا داروا لي يعني تنطج يعني درجة كنقطع حوايج نخرج كل جمعة نخرج عليا انت رجل مهم يعني وقع عليك وقع عليا حيت انايا ملي كنت صغيرة كانوا والدي الله يرحمهم ما يكون على الخير لالا ان شاء الله ما يكون على الخير يعني ليت الشباب يعود يوما ولكن الدنيا هي هذه الانسان راه تيكبر حنا في المباشر لله كيف الناس جيتي تحي قلبك على الناس مرحبا بك لاله مرحبا بك حالة وبركاته في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء يعني الخوت شنو غادي نقول لكم بان كاين البنيتات الزوينات بحال هذه السيده هذه للصوره ديالها اش غادي نقول لكم يعني بحال شي ممثله هنديه يعني كانت دوزت الجمال في الصغر ولكن الغريب في الامر العداد هو الساعات الدور وكل ثانيه تتنقص من العمر ديالنا الخوت هاد القضيه خصكم ديروها في راسكم شتي هذيك واحد جوج ثلاثه ديال الثواني راه تتنقص من عمري ومن عمرك ومن عمر جميع المشاهدين الاعزاء هاد السيده ندمت على بزاف د الحوايج اشنو مات الحوايج ندمت حيت ما تزوجاش ملي كانت صغيره ولكن من تقربت ليا مسكينه مزيان وفتحت قلبها قبل المباشر اشنو قالت لي الخوت قالت لي باللي تبعوني وداروا لي السحور وما خلاونيش ندير الدار والوليدات جات مسكينه تحكيها معها ليكم المغاربه السلام عليكم لالا عليكم السلام ورحمه الله تحي قلبك للناس اشنو وقع عليك وقع عليا حيت انايا ملي كنت صغيره كانوا والدي الله يرحمهم كنت صغيره والوقت اللي كيجوني الخطاب كنت مع واحد السيد وداروا لي السحور الواعر واعر درجه كنخرج عريانه للزنقه مسكينه تنقطع حوايجي وكنخرج عريانه للزنقه درجه قاسيت 6 سنين وانا قاسيت في العذاب لا حول ولا قوه الا بالله قاسيت العذاب السنين واليوم باقا مريضه لحد الان كبرت لحد الان انت كنتي جمال كنتي شعر كنت صغيره وكنتي صغيره هذاك وداك الانسان اللي درت مغلوب هذاك الانسان اللي كنت معاه هما اللي تعداو عليا داروا لي يعني تنطج يعني درجه كنقطع حوايج نخرج كل جمعه نخرج عريانه انت رجل مهم يعني ماشي شي راجل اللي يعني كنت كنخرج عريانه للزنقه يعني درجة السنين وانا تنقاسي في العذاب وانا باقا تنقاسي في دابا الان باقا مريضة درجة 24 ساعة ما تنعش عينيا كيبقاو مخمتين 24 ساعة وماشي في امكانيتي باش نمشي للطبيب طالع لي الطونسيون السكر الخزان الكوليسترون واحد الكلمة قلتي لي فاتني القطار علاش انا اللي يفوتك القطار واش من تتمشي للمراية تقولي انا تبدلت تنقول انا تبدلت وما بقاش عندي الحق باش يشوف انا ما بقيتش باغا الزواج انا بغيت دابا على ذكر ما بقيتش باغا الزواج 50 عام
بقى عزبة. بقى يعني محافظة على راسي، محافظة على كل شيء. بغيت دابا اللي بغيت، كنطلب من الناس، كنطلب من المحسنين داخل المغرب خارج المغرب، يعني بغيت يشوفوا من حالي، بغيت نمشي للطبيب، بغيت باش ندوز، بغيت يا درجة عندي تحليلة دابا 4 شهور داخلة في 5 شهور، ما لقيتش باش نديرها، ما مصوب لي لا أمور والو، ما عطيتش كيعطوني لا دعم لا والو، ربي شادي ليا، ما تنقدرش نقول شي واحد عطيني، ما تنقدرش. دابا أنا كبيرة وبقيت تيتبعوني، تيتبعوني، ما تنبغيش الحرام، أنا ما تنبغيش الحرام. أنت فهاد السن وباقيين تيتبعوك؟ ما تنبغيش الحرام، قسما بالله ما تنبغي الحرام، بغيت نعيش انا واختي درويشه، حنا دراوش بزاف. اختي هي انسانه مريضه ما عندهاش، هي مسكينه اللي قابلاتني والان دابا انا الان تنقول لكم لحد الان، تنقول لكم انا والله ما تنعس، اقسم لكم بالله العلي العظيم ما تنعس. علاش ما تتنعسيش؟ راسي ما عرفتش اشنو كاين في راسي، راسي حامر. بلاتي لا تنفسي شويه، مشاهدي الكرام بارطاجيو الله يجازيكم كون بالخير. راسك ماشي عامر تتفكري الماضي، كي وليت لا حول ولا قوه الا بالله، الا بقيتي بحال هكا لاله راه غادي تسطاي، غادي تهبلي، غادي الحمار، غادي تهبلي. يعني تنقول اشنو بغاو عندي هاد الناس، يعني تعدوا عليا ملي صغيره وملي كبرت، يعني بزاف. انا ما عندناش حنا درجه جات ناس تفادوا، ما عندناش باش نخلصوها. لا كنتي انت صغيره ايام الجمال، انا شفت الصوره، يعني انت كنتي كانوا تيجيو عندك اشكال وانواع ديال الرجال اللي هما خدامين بصالح كبير. كانوا كيجيو معايا، ولكن هذاك الشيء اللي داروا ليا ما بغيتيهم، ما بغيت حتى شي حاجه، درجة كنقول لكم كنخرج عريانه، تنقطع حوايجي، تنخرج كتوقف الوقفه، تنقطع حوايجي تنخرج عريانه للزنقه، وربي شاهد عليا شحال من واحد شافني، وشحال واحد بكى، وشحال واحد يعني ما تيقول اختي فين ديها. يعني اطباء يعني ما قدرش بقاو عندك. ما عرفتش انا، ما عندي حتى شي حاجه، مات والدي وانا صغيره، مات والدي وخلاونا يعني عايشين، ولكن تعداو عليا بزاف. دابا كون ما تعداوش عليك هاد الناس، كنتي دابا بدارك، كون انا بوليداتي وبداري وبزاف الحوايج، ولكن ما نسمحش لي مغدا. ودابا تنقول لكم اللي اديتوني ما نسمحش ليكم غدا قدام الله، والله ما نسمح ليكم، حيت الان انا باقا مريضه لحد الساعة. لحد الآن مريضة. وكلوك أنا واش وكلوك؟ السحر الواعر، السحر الواعر. داروا لي السحر الواعر، لدرجة قلت لك كنطج كنخرج عيانة، وأنا بقى الآن بقى فيه. بقى واش دابا بقى حاليا تخرجي عريانة؟ بقى مريضة، دابا الآن مريضة بزاف، بقى مريضة، يعني كنتخنق واحد الخنقة. اللي ما نقولش لك، يعني درجة اللي تنقول ما عرفت فين غنصد، ما عرفت فين غنمشي. كبرتي لالا ياك، وحنا كاع غنكبروا، ولكن مازال الامل عندك لالا، حاولي تنقدي راسك. امل سيلونس التليفون، الله يجازيكم بالخير، ما تصونيوش على حتى نسالي مع المباشر، الله يجازيكم بالخير. ولا جاوبي السيد، جاوبي، الله يجازيكم بالخير، ما تصونيوش حتى نسالي المباشر. شي حد بغى يعاونك؟ الحمد لله. واخا سيدي غتسالي المباشر وغتصوني عليها. ندوي مع شي حد. الو نعم سيدي، لاباس؟ لاباس سيدي، الله يجازيك بالخير، بغيتي تعاون هاد السيده؟ بغيتي شنو قال لك؟ قلت لك انا ماشي ديال التفليه انايا. بغيتي تعاونها؟ عاونها، ما بغيتيش تعاونها؟ جزاك الله خيرا، خلي المراه في التقار، الله يرحم الوالدين. صافي ديري لي سيرو، ماشي مشكل. لا تيهضر زوين هذا. تيهضر زوين، حتى هو قال لك غادي تسالي غادي ندوي. يعني تيهضر زوين، كاع الناس غادي يعيطوا عليك ان شاء الله. صافي؟ اللي تيهضر زوين غتهضري معاه، واللي تيهضر خايب ما عندي ما ندير به انايا، انا ما بغيتش داك الشيء ديال نمشي للطريق. انا كون بقات عندي الصحه، دابا حتى الصحه ما بقاتش عندي باش نخدم لا في قهوه لا حتى شي حاجه، ربي جاهد عليا. انا درجه دابا الدواء الطبيب داير معايا 3 شهور باش نرجع. 3 شهور؟ 3 شهور داير معايا الطبيب، ما لقيتش باش نمشي عنده، حيت 300 درهم خاصني باش نمشي عنده، كيعطيني الدواء ديال الطونسيو هو اللي تيتقاد ليا ديال السبيطار، ما جاش معايا. درجة الطونسيو دابا وقف ليا 17 ونص، ما بغاش يتقاد. 17 ونص. ياك ما خصكيش تشربي الكينات ديال الطونسيو، ولكن الدواء ديال السبيطار ما جاش معايا، جا معايا الدواء ديال الطبيب اللي كنت مشيت عنده.
كانت عندي 300 درهم مشيت دوزت بها عطاني دواء والطبيب تاسف لي عطاني دواء قال لي بنتي غترجع عندي من هنا 3 شهور باش نعاود نشونجي لك الدواء. انا ما لقيتش الامكانيات باش نمشي لعندو ما لقيتيش مشيت لسبيطار الحومه ما جاش معايا الدواء ديال الحومه ما جاش معايا. انا دابا كنقاسي مثلا نعاس ما عايشيش معايا يعني تفكير في الماضي لا كنفكر بزاف الماضي لا نحسيت يعني كنت وكيولي ربي شهد عليا وهذوك اللي اداوني لحد الان ما نسمحش ليهم يضاق قدام الله. انا دابا تنهضر وراسي دار لا 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 عندك طيحي ولا شي حاجه لا 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 شويه عليك لا نبغيو لك السلامه لا والله قلت انا ربي شهد عليا لا كذبت ولا بغيت نافق ولا بغيت ندير هادشي كذوب ولا ما عندي فلوس ما عندي امور ما عندي حتى شي حاجه عندي الله واختي اللي مريضه دفعت لي ما قبلونيش وما عندي حتى شي حاجه ربي شهد عليا ما عندي عندك لا حنين لا رحيم عندي الله واختي اللي مريضه وبنتها اللي ما مرضت هادشي اللي عندي حتى تباتي عندها مسكينه اه ربي شهد عليا. مشاهدي الكرام الله يجازيكم بالخير يا معاونو هاد السيده هاد السيده هادي راه تستاهل تعاونوها تستاهل لان هاد السيده هادي يقول لهم نمرتي ديرها ملي كنت باقي راه النمره 0661 راه دامت جوال وشحال من واحد تيقول لي بيعات نقول لي ما نفرش يا مات 61 حيت دابا كاين اللي غيشوف 61 غيقول عندها 61 هي قالت لك راه درتها في القديم اللي كنت درتها هي درتها ملي كنخرج جوال عطوني جاتني 61 في النمره ديالتي كنت محافظه عليها. شحال من واحد تيقول لي كنمشي نشارجي 100 دريه تيتبع لي شحال تيقول لي تبيع كنقول لي لا ما نفرطش في نمرتي قسما بالله تنقول لي ما نفرطش شحال واحد تيقول لي هاكي الفلوس وبيعي لنا ديك النمره كنقول لي لا خويا هذه نمرتي هي اللي عندي حيت قديمه وعندها تليفون صغير ربي شهد عليا هو اللي عندي ما عندي لا واتساب لا والو هي عندي ما عندي تليفون صغير يعني اول مره يعني ربطتي اتصال باش جي تصرحي عبر موقع معكم مرحبا عييت قلبي عمر ما درجتك شنقول لكم لا حقت ماماك مسكينه مع والديا ماتوا بكري ماتوا مساكن حنا ناس دراوش واخا كانوا والديا المهم كنا دراوش كنا عايشين على قد حالنا دار الكرا كنا عايشين دار الكرا ملي جاتنا استفاده ربي شهد عليا ما لقيناش باش نخلصوا حنا دابا عند بنت اختي مريضه حتى هي واخده استفاده حتى هي فيها مرض السرطان هي اللي كنبات معاها حتى انا كنهبط في الطوبيس الثالثه قسما بالله اللي كنهبط في الطوبيس الثالثه ما تنقدرش نقول شي واحد خلص عليا ولا عطيني تنقول تيشدني الكونترول غنديني الكمبيوتر نقول ما عنديش باش نخلص مسكينه يعني غالب الله ربي لا لا البنيتات الزوينات اللي كانوا بحالك في الايام القديمه اش بغيتي تنصحيهم اللي هما تيهملوا راسهم حتى تكبروا مني غتكبروا وغيفوتكم الزين هذا هو المصير انا داروا لي السحر انا ماشي ما يتجوزي انت هما راك انت السحر أنا ولكن أنا ولكن السحر اللي قالوا لك خلوك تهملي راسك انا لا حيت درجه داروا لي اللي غنتسطى في الزنقه يعني قاسيت نقول قاسيت مده السنين وانا قاسيت مده السنين ربي شهد عليا واخا الى مده السنين وانا كنقاسي وانا تنخرج يعني العالم كلها شافتني عريانه تنقطع حوايجي كيفاش عريانه لا لا تنقطع حوايجي واش تخرجي بدون ملابس تنقطع حوايجي كنقول لابسه غير دوني ما كنشعرش كيديروا داروا لي مع الوقفه اللي كتوقف الجمعه مع الوقفه يعني درجه كنقطع ربي شهد عليا انا ما كنتش كنقول هاد ولكن ملي قاسيت وهادشي عرفت بان داكشي اللي داروا لي السحر الواعر الاسود علق الاسود هذاك السحر الاسود هو اخطر سحر يعني ما نقولش لك يعني نجيب لكم تصاوري يعني ربي شهد عليا كيفاش كنت واش تحيدي حوايجك تنقطع حوايج نخرج مع الوقفه تنخرج تنهرب لختي تنخرج كيشدوني الناس يقول لا حول ولا قوه الا بالله باقي بك هادشي دابا دابا الحمد لله ولكن بقى مريضه ذاتي لداخل وراسي مريضه بزاف تألمت والشي قد هكذا ربي شهد عليا هكا في هذا العمر ولا تبعني شي حد تنقول لي لا الحرام لا ما عنديش تنحييك على واحد النقطه بغيتك تقوليها للمشاهدين تنحييك
50 عام وبقى محافظة على شرفك. الحمد لله الحمد لله. هذا راه افتخار لك اختي. الحمد لله. وانا وربي شاهد ليا كون قدرت نخدم غنمشي، ولكن ما قادراش، ما بقاش عندي الجهد، جهدي لا جهد الله. والله ما بقى عندي اخوتي باش نخدم، لا في ديور لا في قهاوي والو، حيت مرض سمرت درجه ترى مرض. نقول لكم انا مثلا نعش 24 ولا 24 ساعه عيني ما تيتغمضوش. انا بغيت ندير سكاي على راسي، ما عنديش فلوس. بغيت نوقف معايا الطبيب. ما مشيتيش للسبيطار ديال والو والو، سبيطار المخزن ما كاينش غير الكذوب. يعني كيشوفوا فيا درويشه، ما عنديش، ما صوبوش ليا امور، ما عنديش. نقول لك الدعم ما خديتوش، ما سبيطار المخزن ما مشيتيش 20 والو والو، ما كاينش داك الشيء والو. تيقول لك كل شيء ما كاينش، ما عنديش. لا كاين، لا لا مشي، لا لا سيدنا راه داير كل شيء الحمد لله. لا لا الا مشيتي الله ينصروا لينا، الله ينصر سيدنا. ولكن الا مشيتي خصك تخلص، وانا ما عنديش داك الخلاص، باش نخلص. وتيقول لك هذا خاسر، هذا خاسر. انا ما عنديش، ما استطعتيش ياك. ما استطعتيش باش نخلص. يعني 2000 درهم ولا ما عنديش باش نخلص. نكذب عليك، انا تنقول لك دابا 17 ونص باش طالع لي الطونسيو دقات القلب. يعني مول الفرماسيان اللي تيعبر لي الطونسيو فابور الله يجازيه بخير تيتاسفوا ليا. اش يقولوا لك؟ انا تيقولوا لي انت يا خاصك طبيبة القلب، راه شحطتني السيده في الفرماسيان. ماشي المصران عندك؟ لا 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 لا، هذيك الدقه اللي تجيك مناش دقه القلب مع الطونسيو. الطونسيو خصك ربما خصك تحيدي واحد الكينه. لا قالوا لي لا، قالوا لي خصك تشوفي طبيبة القلب هو باش يتقاد لك الطونسيو. مسكينه. حيت ملي كنمشي للفرماسيان تيعبروا ليا. جاوبي، انت تمشي للفرماسيان تيعبروا لك فابور. فابور الله يجازيهم بخير. مسكينه. فابور الله يجازيهم بخير. واحد الفرماسيان تيعبر الطونسيو فابور، تيتاسف ليا، تيقول ليا ضحكي لعبي. ولكن انا مثلا ما تيقول لي مالكي في هذه الحاله. يعني يومين كتجي عندك نعبر لك الطونسيو نفس 17 17 ونص ما تيطلع ما تيهبط. واقف 17 ونص كي دكتور. لا لا، ملي مشيت ملي عطاني واحد، ملي تاسفت لي عطاتني واحد العلوان ديال واحد الطبيب ديال الدكتور ديال الطبيب ديال القلب. مشيت لعندو وقالت لي هذاك اللي معاه، قالت لي شوفي غتسناي بما خوات الدنيا. وفعلا بقيت كنتسنى وقالت لي واش عندك شي اموتيال، عندك شي هذيك؟ لا ما عندي والو. تاسفات وقالت لي غنقص لك 1000 ريال. وقلت لها الله يجازيك بخير. دخلتني عند الطبيب ما دارش لي، دار لي المهم سماطي. والطبيب تاسف قال لي عندك بنتي القلب تيضرب منفوخ بزاف، وبقى تيهضر معايا. يعني ياك ما من الماكله؟ لا ما كناكلش. وين هي الماكله؟ تخافي بالليل ياك ما تتعشيش. إيه باش غتاكل؟ باش غديري الريجيم؟ هذاك الشيء صعيب، هذا الشيء صعيب. باش غتاكلي باش غديري الريجيم؟ كناكلوا على قد حالنا، كنشربوا على قد حالنا. درجة كاين النهار اللي ما كتاكليش فيه كاع، كتشربي غير ما جايباش معايا الدواء. كنوريت لك الدواء اللي كنشرب صافي. الحمد لله خرج لي مسكين الدكتور تا هو تاسف. قال لي انا عطاني واحد جوج بطاط تاع الفانيد من عنده الله يخلف عليه. قال لي شربيهم وتحاولي ترجعي، ولكن ما عنديش الامكانيات باش نرجع باش ندير باش غندير التلفازه. ولا يساعدك؟ لالا كي غيدير يتواصل معاك؟ عندي هاد التليفون هو اللي عندي. لالا قولي هاد التليفون، هاد الرقم هو اللي عندي. عندي 06 61 71 10 68. عاودي 06 61 71 10 68. هاد النمره عندي راه ملي خرج الجوال، راه نتوما غتكونوا عارفين. يعني ما تسمعوش 61 تقولوا راه ماشي ابونمون باش هذا عليا. انت عندك عاد تليفون؟ عندي تليفون عادي صغير، وما عنديش تليفون. ربي شاد عليا. انا راه ماشي نقول لكم غنكذب عليكم ولا غننافقكم، راه حيت غدا غنجي تحت التراب. الله يطول عمرك لالا. بالنسبه لك لالا حاولي تواصلي مع الناس، راه فيهم الزوينين العزاز اللي تيتفرجوا فينا، وفيهم الناس الله يسمح لهم اللي تيبغيو ينصبوا على الناس. لا هادوك يقولوا لك الو السلام عليكم، حنا من طرف أنا يونس، حنا هادوك راه نصابوا. لا هادوك اللي عيطوا لي بغاو يعاونوني الله يكثر خيرهم، بغاو يكذبوا عليا ما عندهم ما يكذبوا عليا. انا اللي فيا يكفيني، انا باش غير عيط عليا بقيت يتفلى عليا يزيدي. لا
من احسن بلاش الا بغى يعاوني الله يكثر خيره والله يجازيهم بخير والله يفرج عليهم. وبغيتهم ما يطيحوش في هذا الموقف اللي انا طايحه فيه. انا اللي بغيت لهم صحتهم، اللي عنده وليدات الله يحفظوا لي، اللي عنده شي تريك الله يخليها لي والله يخلي لهم صحتهم. والدنيا غراره وهذوك اللي اداوني بقى تنقولها شي انا اللي اداوني انا كون ما اداونيش كون بقيت بصحتي كون راني خدامه كون راني عندي وليدات كون راني مجوجه. انا داروا لي العذاب انا بقى في العذاب مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله. انا اللي غيعيط عليا نصب مني نصب عليا ما عندي ما ندير بيه. مسكينه عصويك خاوي ما فيه تاني. انا لحد الان والو مسكينه الله يحفظكم. اشنو لحد الان لا شنو يعني لحد الان بغيت الله والمحسنين داخل المغرب وخارج المغرب يتعاونوا معايا وبغيت ربي يفرج عليهم في الدنيا وفي الاخره. حالتها نقول لكم الصراحه انا حالتي مسوءه. انا تنشوف انايا راه حالتها السيده مسكينه. انا حالتي مسوءه ماشي حالتها مسكينه الله يحاول ولا قوه الا بالله. انا لدرجه ما نكذبش عليكم يعني بغيت راسي تشافى. بغيت غير الناس بغيت الناس بغيت مسكينه عاد تنعس وتاكل. بغيت الناس بغيت غير الناس ونرتاح. كون كان عندي غنمشي عند الطبيب غنمشي بزاف د الحوايج تنبقى نفكر ما انا غادي نحماق عباد الله. غادي تحماق على لا حيت تفكري في الماضي تقولي كي كنت وكي وليت. راه بالسيف مشاهدي الموقع معكم الله يجازيكم بالخير يا ما بارطاجيو هذا المباشر باش نعاونوا هذه السيده هذه السيده اللي غرها الزمان غراتها الدنيا. كانت تقول الدنيا باللي غتبقى هي الدنيا ولكن الانسان تيكبر والعمر تيمشي لا حول ولا قوه. والناس اللي اداوها راه ما تتسمح لهم. واش تقول لكم غدا قدام الله غناخذ حقي غدا قدام الله غتاخذ حقها. ما تسمحش لهم شحال داروا ليها السحور مسكينه تخرج عريانه الخوت عريانه مسكينه. شو كي ولات راه كانت ايام الجمال راه وراتني الصوره ديالها راه بحال شي ممثله هنديه الخوت بحال شوفوا الحروف ديال الزين تبارك الله شوفوا. ولكن الخوت تكرفصوا عليها لا حول ولا قوه الا بالله. هاد الناس ما عندهم فين يمشيو. هاد الناس غادي ما غتسمح لهمش. هاد الناس غدا قدام الله ما غتسمح لهمش. كيما تتبكي ما غتسمح لهمش هيك ما غتسمحيش لهم. لا ما غنسمحش لهم. عذبوني عذبوني بقى الان مريض عذبوني. ياك ما خصكش راقي لا ما كرهتش انا داكشي. انا كنطلب الله ما بقيتيش تخرجي عريانه دابا. لا الحمد لله ولكن باقا مريضه مريضه قلت لك يعني كون كنت باقا بصحتي كون كنت نخدم ولكن ما بقاش عندي حتى باش نخدم. تنقول لك انا ما تنعش كي غندير الانسان ما تنعش عباد الله ما تنغمضش ما تغمضيش لا والو ربي جهد علي عيني كرب العمر اللي مشى عيني ما تيتسدوش. كنتفكر معيشه كنتفكر سكن سكن ما عندناش بنت اختي مريضه مر سرطان اختي جايه مريضه غتكون معايا جايه مريضه يعني كي غنديروا تنكونوا حنايا ناس وخصك ما تاكلي ما تشربي العيد ما تنعيدو عواشر ما تنعاوشروش هادشي كله انايا انا حاجه وحده قلت لكم تنطلب منكم وربي يجعل ليا ما تنكذبش عليكم تنطلب عاونوني وقفوا معايا. الله يجازيكم بالخير الله يكثر خيركم والله يجازيكم بخير الله يجازيكم. وهذوك الناس نقولها وتنقول لكم انتم حديوا راسكم الله يرحم لكم الوالدين حديوا راسكم حيت كاينين الناس متشرئات اديو جاوبي لا الله يجازيكم بالخير يا ما تعاملوا معاها مزيان جاوبي نشوفوا ياك ماشي حد بغى يعاون. السلام عليكم شكون معايا؟ شكون معايا؟ أنا زوي معاك جمال مشرفين خويا جمال سي جمال مشرف هاك معايا سي جمال عزيز. السلام عليكم سي جمال ما عرفتوش اش كيقول لاباس سيدي بخير لاباس الحمد لله. بغيتي تتعاون مع السيدة ياك؟ عندها تليفون عادي أنا ما عنديش واخا سيدي الله يجازيك بالخير عاونها باللي قسم الله راه مسكينة راه ما عندهاش. نعم سيدي انا تنتواصل معك في المباشر انا اللي تنصور معاه مراسل صحفي على قناه معكم صافي. المهم هاي دابا تعطيك سميتها وكنيتها وصيفط لها مسكينه شي بركه في وفاكاش ولا الله يجازيك بالخير صافي. ولا عندها تليفون عادي صغير قال لك هو مهاجر.
لا بغيت تواصل معاك وغادي يعاونك. ولا عندها تليفون؟ هي عندها مسكينه عا تليفون عادي. الله يجازيك بالخير. اي قال لك غنتواصل معاك غير في مكالمه عاديه. صافي اخويا جزاك الله خيرا اخويا، عاونا باللي قسم الله. وقال لي قالت لك مرحبا. الله شكرا سيدي، احنا نخليوك حنا على المباشر. تفرج سيدي تفرج، مرحبا بك. الله يحفظك. واحد المحسن شافك عبر موقع معكم قال لك انا غادي نعاونها مسكينه. فرحتي شويه؟ الحمد لله. الحمد لله. انا ما كذبتش ولا كذبت عليكم، بغيت نشعل على تشتيته. الله يجزيك لاله. الله يجزيك السيده ما نوصلش. الله يجزيك لاله. انا ما حتى ضريت هاد السيده، يعني حتى ضريت بزاف، ضريت باش جيت. يعني مسكينه ضريت قلبك عمر. صافي عمرت 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 بزاف عمرت. لا اله الا الله محمد رسول الله. عمرت. مشاهدي الموقع معكم، الله يجازيكم بالخير. يا ما تعاونوا معاها وبارطاجيو، اللي ما قدش يتعاون معاها بارطاجيو. بغينا هاد السيده هذه تكون بخير وعلى خير. عندها صغير والتليفون عندها عا صغير. بالدور ديالي انا كمراسل صحفي عبر موقع معكم، بغينا هاد الناس نوصلوا الصوت ديالهم ونعاونوهم نساعدوهم، لان هاد الناس خوتنا، هاد الناس مغاربه، مغاربه الحرار. هذه المراه المغربيه، المراه المغربيه، هذه المراه المغربيه قالت لي انا من ايامات 75 مسيرة، ميامات المسيرة. هاد المرا هادي راه ختنا، بغينا تكون بخير، تمشي عند الطبيب، بغيناها تعالج من الطونسيو اللي تيطلع ليها 17 ونص ياك. 17 ونص. حيت الان ما باغيش يتقاد لي حيت مشاكل تخمام. لا حول ولا قوة. بزاف د الحوايج كتفكري. كتفكري فيهم. ماشي كنت غنقول، تنقول انا اللي اداني ما عمرني نسمح ليه لحد الان، حيت هما اللي اداوني. كون بقات عندي يعني ما اداونيش ما غاديش نمرض بحال هكا، كوريني وليداتي وداري. شكون تيقولي انت ما عايبه من حتى شي حاجه لحد الان؟ دابا تيقولها لي، تيقولي انت، نقول لهم انا داك الشيء مابقاش فيا. انت كتشبهي لواحد الممثله هنديه، ملي وريتيني الطويله. هي ممثله هنديه الخور، والله العظيم ممثله هنديه. يعني تتشبه لواحد الممثله هنديه في الصغر، ملي كانت صغيرة تتشبه لواحد الممثلة هندية، ولكن الناس اللي أداوها بالسحور. أداوني بزاف، ربي شاد عليا، أداوني 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 بزاف. يعني باش قطع حوايج وتخرج عليها. الجمعة مع الوقفة كنت قاسيت السنين، يعني قاسيت مدة السنين. وشكون تترجعك وأنت عريانة؟ أختي مسكينة، أختي أختي الله يجازها بخير، أختي أختي تاهي مريضة. واش ما تحسيش براسك؟ ما تنحاش داك الشيء داروا لي، راسي عريان. قطع الحوايج. قطع حوايجو تنخرج تنخرج فوق دوك اللي كيصليو. شي تيقول لي شي كل الناس كتبكي كتأسف. كتبكي الناس يصليو تيبكيو تيتأسفو تيقول لي حرام عليهم. المغاربة المغاربة زوينين. لا المغاربة كيصليو كيتأسفو بخير. شحال من واحد يعني عاوني بالقرآن بالرقية شحال، ولكن الشعوذة أنا ما تنحملهمش. ولكن واحد الحاجة عاونتك بالجمعة اللي أنت قطعتي حوايجك ودخلتي الجامعة، عرفتي شنو هي؟ القرآن والدعاء ديال دوك المصريين ديال الناس. ولكن كتوصل عاوتاني لقيتها يعني ما بين 24 ساعة 24 ساعة كيشدك الحال. أنا خارجة للزنقة يعني ما تنعتوش أنا وأختي. واش قالوا لك هادو؟ تنباتوا في الزنقة باركين. كتبات معايا أختي باركة في الزنقة. كنمشي للسبيطار تيديروا لي الأكسجين، درجة جا عندي واحد الطبيب الله يجازيه بخير حتى للدار. ما خداش، ما عندي الفلوس، ما ما بغيش نقول سميتو. يعني جهزك جا عندي للدار دق لي براوات الله يجازي الله يجازي ربي يسترو. كاين المغاربه جا عندي لحد وما خداش وعيطت لي اختي، وجا عندي حيت كنت تداوي امي مسكين، وجا عندي لحد ما كتنعقل. وعالجك فابور؟ دق لي باري وعطاني الدواء الله يرحم ليه الوالدين. تحيه لهذا الدكتور هذا اللي جا عند هذه السيده ودك لها حد وما خدامش وجا عندي للدار قلت ليكم ما خدا حتى ريال وانا مريضه وملي كيف عاوتاني خاصني نخرج خاصني نمشي ندير الاكسجين. يعني كنقتلك. علاش لا ديري الاكسجين؟ تن داكشي داروا لي كنتخنق في كنخنق في قلبي وكنتخنق في راسي. داكشي تخونيه في الصدر. كنتخنق هنا وكنتخنق في راسي لدرجه داروا لي السحر الاسود. تيبقى قلبك يضرب صافي كيضرب صافي ما خاصنيش. انا تنقول لكم لحد الان السحر الاسود، تنقول لكم لحد الان ربي شاهد عليا وما عرفتش باقي ليا من عمري. الا ما تنغمضش 24 ل 24 ساعه كي غندير هاد الانسان حتى كنبقى كنبقى باركه بنهار وبالليل عنوان. كاينه. نتمنى لك الخير.
مشاهدين والله يجازيكم بخير والله يكثر خيركم يا ربي امين. وكما فتحتي قلبك للمشاهدين انا حتى دريت عاد فتحت قلبي ليكم ليكم والناس اللي كتشوفني الله يرحم لها الوالدين والله يجازيها بخير والله يكثر خيرهم يا ربي امين. ونتمنى ان شاء الله الناس يعاونوك ويزيدوا يساعدوك وان شاء الله تدخل الابتسامه في وجهك. نتمنى نتمنى الخير يا ربي نتمنى الابتسامة يدخلوها المواطن المغاربة. بغيت نرتاح بغيت نعس بغيتي تنعسي لاباس بغيت نعس بغيت نعس غير شوية تنقول لهم أنا ما لقيتش شي واحد يعطيني يديني عند الطبيب نرتاح واحد شي شهر نبقى نعسة غير الدماغ ديالي ترتاح ليا أنا جيت قرعت راسي. قرعتي راسك؟ لا 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 حول ولا قوة إلا بالله. كنتمنى ماشي غير هذا المحسن اللي اتصل بينا دابا الله يجازيه بالخير يعني المحسنين يدخلوا على الخط وحنا عارفين عبر موقع معكم بزاف ديال الناس يدوزوا معنا راه تيلقاو الخير مع الناس تيتفرجوا هذه الحقيقة. مشيت عند واحد السيد الصالون وقلت لي الله يجازيك بخير قال لي ماكي قلت لي بغيت نقطع شعري كله قال لي يا بنتي كنت كنعرفك انت باقا صغيره علاش؟ قلت لي صافي مرت ما بقيتش بغيت حس ناري ناري ناري. راسي قلت لي ضرني بزاف حتى الشعر بغيت نحيد وفعلا درجه حيدته حيدتيه وحيدتي داك الشعر اللي وريتيني في التصويره حرير وهابط لتحت حيدتيه وقسما بالله حيدته علاش؟ انت لا حول ولا قوه الا بالله ما قديش نشوف ولا لا عرفتي علاش؟ حيت ملي شفت التصويره ديالك قلت لك راكي دايره بحال شي هنديه بالشعر ديالك وبالزين ديالك يعني باش نشوف شعرك قرع ما نقدش لا لا ما نقدش لا لا حيت انا شفت شعرك بشحال كان طويل لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. مشاهدي الموقع معكم كنتم معنا في هذا البث المباشر تنتمنوا الخير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.